السلام عليكم ورحمة الله. إذا إن شاء الله نتابع جزء الكهرباء المتعلق بالدورة العادية سيونس مات 2019. تكون الدارات الكهربائية مجموعة من الأجهزة الكهربائية موصلة أمية مكتفات وإشعاعات صمامات ثنائية إلى غير ذلك. ندرس في هذا التمرين استجابة ثنائي القطب أرسيل رتبة التوتر، تذبذبات الحرة وتذبذبات القصرية في دارة أرسيل متوالية، استقبال موجة هرتزية، أول شحن مكتف تذبذبات حرة لدار السنتوالي. يتكون التركيب الكهربائي الممثل في الشكل الواحد. حاولوا تقرأوا التمرين مزيان عفاكم. مولد مؤمثل للتوتر، قوته الكهرومحركة E، مكتفين لهما نفس السعة C، موصل أمي مقاومته R قابل للضبط للتغيير، وشع معامل تحريضها L قابل للضبط ومقاومته مهمله، قاطع تيار كذي موضعين. نضبط المقاومه اغ على القيمه اغ تساوي اغ 0 تساوي 1 كيلو اوم، ونضع القاطع كف الموضع واحد عند الحدا نتخذها اصل التوريح تي ايكالا صفر. عندي هنايا قاطع تيار في الموضع. اذا هنايا مكان نظام مسك معلوماتي ملائم خط منحنى الممثل لتغير التوتر اي سي بدلاله الزمن. هنا يمثل تي الممس المنحنى هذا مقطعة الأفصول تي إلى آخره تساوي صفر. واحد واحد أثبت معادلة التفاضل التي تحققها التوتر إي سي. إذا هنايا عندي الدرس ديال إر سي، الدرس الأول في الكهرباء، دونك هذا مكاينش مشكل سهل. تطبيق قانون إضافية التوترات إي سي زائد إي إر تساوي إي. عندي معادلة التفاضلية بإي سي، إذا إي سي غنخليوها إر زائد R فوا إي، إي هي سي دي بإي سي على دي تي، دونك هذه هي المعادلة التفاضلية مكاينش مشكل. إذا نمشيو نكتبو الجواب ديالنا. السؤال الأول عندي المعادلة التفاضلية كما قلت، إذا سبق أن إضافي التوترات لدينا إي R زائد إي سي كتساوي إي، دونك هنا إذا إي R راهي R زيرو فوا إي، إي هي سي دي بإي سي على دي تي. غير بالنسبه للسي هنا راه السي السعه المكافئه بين المكتفين المركبين على التوازي. بالنسبه للمكتفين المركبين على التوازي راه كيكون كندير السعه المكافئه السي كتساوي 2 سي، كندير المجموع ديال السعات. اذا هي 2 سي صافي، هي دي المعادله التفاضليه. السؤال الموالي حدد قيمه شده التيار اي مباشرة بعد إغلاق الدار، حدد قيمة. إذا أنا سأعتمد أو نعتمد جميعا على هذا المنحنى، إذا غندير المقارب الأفقي. إذا حدد قيمة شدة تيار إي مباشرة بعد إغلاق الدارة. إذا هنا إي غتساوي لي أو على إر، دونك بالنسبة لأو راه هي هادي، دونك هنا كناخدها من المقارب، لأن أو ما عندناش في المعطيات، لاحظوا. إذا أو هي هادي، يعني جوج ربعة ستة، من ستة فولت. على R، R راهي R زيرو هي 1 كيلو أوم، وغنديرو تطبيق عددي، صافي. ألوغ أعيد إي كتساوي ليا، دونك عند تي كتساوي صفر، كتساوي أو على R، دونك إلا بغيت تبينها غدير بتطبيق قانون إضافي التوترات إي سي زائد R فوا إي كتساوي أو، عند تي كتساوي صفر إي سي كتساوي صفر، غتبقى عندي إي زيرو كتساوي ولا إي كتساوي أو على R، ولا ماشي مشكل. هنايا كنمشي هادشي اللي كاين، هايا اي كتساوي على ار زيرو تطبيق عددي، دونك ما كاينش مشكل هنا في هذا السؤال بسيط. نمشيو لتحقق من قيمه ساعات المكتف، حتى هذا ما كاينش مشكل بالنسبه للتلامذ اللي خدامين عادي. غندير طو، ها هي الطو عندي من خلال المماس، طو كتساوي ار فوا سي، صافي. والسي اذا هي الطو على ار، الطو راه هي 0.24، ها هي ما كاينش مشكل. وار زيرو راه هي عندنا هي 1 كيلو اوم، وصافي ما كاينش مشكل. دونك نمشيو نديرو تطبيق عددي. تحقق من قيمة سعات المكتف، إذا غير هنايا خصك ترد البال أن الطو كتساوي إغ زيرو فوا سي، ولكن هنا السي المكافئة. إذا هنايا غادي نحسب السي، عندي السي المكافئة نرد البال كتساوي لي 2 سي، إذا 2 سي كتساوي الطو على إغ زيرو، إذا السي كتساوي الطو على 2 إغ زيرو، وغنديرو تطبيق عددي. السي هي 120 نانو فارا، من الفاراد نانو فاراد كندير 10^9، كنضربو في 10^9، والعكس كندير في 10^-9. إذا السؤال الموالي
عندما يتحقق عود نظام دائم الأرجح القاطع ك إلى المواضيع 2، عندما حتى نعتقدوا أصلا جديدة للتواريخ تي إيكالا 0. إذا غنوليو دابا هنا في الدارة ال ال سي، الدرس الأخر في الكهرباء قبل الأخر عفوا، التذبذبات الكهربائية الحرة. إذا عندي هنايا أثبت المعادلة التفاضلية بكي للمكتف المكافئ المكتفين. إذا هنا ما كاينش مشكل، أنا غنبقى خدام بسي سعة المكتف الملائم، ولكن إلا بغيتي غتحيد ودير مكتف واحد سعته سي إيكيفال. حسب قانون الإضافية التوترات إي سي زائد إي إل زائد إي آ غتساوي صفر. إذا غنوجدها بكي، عندي هنا إي سي هي كي على سي، غنعوضها بكي على سي زائد آ فوا إي، إي هي ديت كي على دي تي، زائد عندي هنايا إل الف ديت على دي تي زائد اخ فوا اي. دونك هنا غنمشيو للوشيعه مقاومه ومهمله، اذا ما كاينش هذيك اخ صغيره فوا اي تبقى لي الف ديت على دي تي، اي هي ديت على دي تي، دونك الشقاق او عدد الشقاق في الشقاق هي الشقاق الثاني، هادشي كامل كيساوي صفر. اذا غنمشيو مباشره، اذا كما قلنا قانون اضافيه التوترات، لانه هذا اذا غنعوض عندي بالنسبه لاي ال كما قلنا هي ال دي اي على دي تي، هي ال في الشقاق الثاني ديال كي هي على دي تي او كار. بالنسبه لاي ار هي ار فوا اي ار دي اي دي كي على دي تي، زائد اي سي هي كي على سي هي. دونك هذا الشيء، هذه هي المعادله التفاضليه. نمشيو للسؤال الموالي، ما كاينش مشكل. اثبت معادله، اثبت تعبير المشتقه بالنسبه للزمن بدلاله اغ زيرو و اي، علل تناقص الطاقه الكليه. اذا هنايا ما كاينش مشكل، غدير تعبير الطاقه الكليه او توتال كتساوي او زائد او زائد او ام، الطاقه المغناطيسيه زائد الطاقه الكهربائيه. دونك هنايا عندي عندي هنا غادي ندير الاشتقاق، دونك انا باش نبين انها داله تناقصيه ولا تتناقص غندير لها الاشتقاق وغنلقاها سالبه اصغر من صفر. اذا الشقاق، الشقاق غندير الشقاق، من بعد غادي نعمل بالدي كي على الدي تي، وغادي نعتمد على المعادله التفاضليه، وغادي نلقى غادي نلقى واحد المجموع اللي غادي يساوي ليا من خلال المعادله التفاضليه واحد المقدار الى اخره. اذا هنا غادي نمشيو باش نكتب هادشي باش يبان لينا افضل. اذا عندي هنا او توتال هي الطاقه المغناطيسيه زائد الكهربائيه، المغناطيسية واحد على جوج ال اي او كاري، اي راه هي دي تي على دي تي، زائد هنايا واحد على جوج سي فوا سي او كاري، ولكن غنخدم بكي. علاش؟ لان المعادلة التفاضلية بكي، غتولي عندي واحد على جوج سي لتحت كي او كاري، على هما هادو، هذا هو التعبير. صافي، وغندير الشقاق، الشقاق ديال هادي هنا هي ال على اثنان، ما عندنا في مشكل. الشقاق ديال هادي هي اثنان في ديت كي على ديت تي في الشقاق ديالها، غيولي عدد الشقاق الثاني. ها هو شي لي كي، غتمشي ال مع ال، عفوا هادشي اثنان مع اثنان، هما ما كتبوهاش هنا كاع، ما كاينش مشكل. زائد عندنا اثنان زائد هنا الاشتقاق، عندي هنا واحد على جوج سي غادي نكتبها، والشقاق ديال كي اوكاري هي اثنان فوا كي فوا ديت كي على ديت تي، غتمشي اثنان مع اثنان، غتبقى عندي كي على اثنان سي في ديت كي على ديت تي، هي هادي. غنعملو بالديت كي على الدي تي، غيبقى لي هاد المجموع، هاد المجموع راه عندي في المعادلة التفاضلية انطلاقا من المعادلة التفاضلية هادي من تحت. هاهو هاهو هاد المجموع هو هذا، تلاحظ لاحظ عندي هنايا ال في الشقاق الثاني هاهو، زائد كي على السي هاهو. إذا هادي هذا زائد هذا غيعطيني، غدير ندوزو للجهة الأخرى غيولي عندي ناقص اغ زيرو في الديت كي على الدي تي، ناقص اغ زيرو في الديت كي على الدي تي، وديت كي ديت كي على دي تي هي اي، دونك كتولي هادي اي فوا اي هي اي او كاري، اذا ناقص اغ زيرو فوا اي او كاري، اي او كاري ثابت موجب، واغ زيرو تا هو موجب، اذا هنا الاشتقاق كيعطيني اصغر من صفر، وهذا يدل على ان الطاقه تتناقص، داله تناقصيه. اذا هنايا فان الطاقه الكليه تتناقص مع الزمن، ويمكن تعليل ذلك بتبدد الطاقه بمفعول جول في الداره بسبب المقاومه الكليه للدار. إذا نكونوا الآن قد أنهينا هذا الجزء، نمشيو للجزء الموالي ثانيا، المتذبذب في نظام قصري. إذا التذبذبات القصرية، إذا هنا عندي ما كاينش مشكل، هنا نغذي دارة تكون من وشع الموصل الأمي وأحد المكتفين السابقين،
إذن أحد المكتفين السابق يرد البال هنا بواسطة موليد جي بي اف يطبق توتر متناوب جيبيا تردده ان قابل للضبط قابل للضبط. اذا هنا عنده على هذا هو المولد جي بي اف ووسعه ثابت ماكس ان يساوي 100 فولت. اذا هذا انا تذبذب لاحظ هنا عندي نظام قصري هنا علاش لان عندي هذا المولد والذي يفرض على المجموعه على ان بنا نظام قصري هنايا الى غير ذلك. إذا ليس حر. إذا نضبط معامل التحريض آل للوشي على القيمة آل واحد والمقاومة آغ على قيمة آغ واحد، ما كاينش مشكل. بالنسبة للتردد آن زيرو تكون شدة الفعالية قصوية إي زيرو، وبالنسبة للترددين آن واحد وآن اثنان تأخذ الشدة الفعالية قيمة إي إفيكاس كتساوي، ما كاينش مشكل. حدد قيمة آن زيرو. إذا هنايا باش نحدد آن زيرو هنا أشناهي الطريقة اللي غيمكن لي نحدد منها آن زيرو. إذا هنايا عندي من خلال المعطيات كنعرف ان ان زيرو هو واحد على تي زيرو. تي زيرو هو دو بي في جذر ال سي. اذا رد البال هنايا على حسب المعطيات اللي عندي. بقى لي ال واش عندي ولا ما عنديش؟ هي عندي السير عندي. حسبنا السعه ديال المكتف احد المكتفين في التذبذبات الحره، اذا ما كاينش مشكل. وغندير تطبيق عددي الى اخره. اذا نمشيو نكتبوا الجواب ديالنا. عندنا ان زيرو هي واحد على دو بي جذر ال سي، وغندير تطبيق عددي راه عندنا كلشي ما كاينش مشكل. رجعنا للسؤال الموالي. تحقق من ان ان واحد وان اثنان تحدان المنطقه الممردات ناقص 3 دي ديسيبال واستنتج قيمه معامل الجوده، ما كاينش مشكل هنا. عندي تحقق من ان واحد وان اثنان تحدان المنطقه. إذا باش تكون عندي ان واحد وان اثنان تحدان المنطقة خص تكون عندي ان زيرو محصورة بين ان واحد وان اثنان. إذا غنمشيو نشوفو ان زيرو. ان زيرو راه حسبناها وهي ان واحد وان جوج وغنشوفو عاود. وكذلك غنشوف هنايا عندي لاحظتو اي افيكاس ما علاقتها باي زيرو. واش اي افيكاس كتساوي اي زيرو على جذر اثنان؟ هادشي كامل غنتحققو منه. إذا هادشي غنكتبوه. غنمشي نشوف هنايا عندي ان زيرو محصورة من ان واحد وان اثنان، دونك فعلا عندي اي افيكاس هي اي زيرو على جذر جوج. اذا ان واحد وان اثنان تحدان المنطقة، ما كاينش مشكل. نمشي للسؤال ديال كي. استنتاج قيمة معامل جودة كي. دونك هنا كي بشكل مباشر علاقات عادية كي كتساوي لي ان زيرو على دلتا ان. ان زيرو راه حسبناها، دلتا ان هي ان جوج ناقص ان واحد، ها هي ما كاينش مشكل. صافي وحسب معامل جوده كي. دونك عندي هنايا ديري كتخدم بشكل مباشر، ما كاينش مشكل كادو هنا. اذا انا عندي كي راه هي العلاقه عندي ان 0.2 وان عمليه القسمه هي 1.4 بدون وحده. نمشيو للسؤال الموالي. تحقق فين وصلنا؟ احسب اغ واحد. بالنسبه لاغ واحد كيفاش غنحسب هنا اغ واحد؟ اغ واحد غنمشي بما ان عندي كي وعندي واحد العلاقه، عندي شي حاجه كي مرتبطه باغ واحد. شنو هي العلاقه؟ هي ان كي كتساوي واحد على اغ في جذر ال على سي. عندي ال وعندي سي وعندي كي، دونك يمكن لي نحسب اغ. اذا اغ غتساوي لي كتساوي واحد على كي في جذر ال على سي. ندير تطبيق عددي ما كاينش مشكل، نحسب مسائل نضبط الامور ديالي. اذا غنمشي نحسب اغ واحد ونكتب هذا الشيء اللي قلنا. إذا لاحظوا معايا أن كي هي واحد على آغ في جذر آل على سي، صافي ونجبد كي آغ راه هي إلى آخره. تطبيق عددي تقريبا 99.6 أوم. نمشيو أظن آخر سؤال في هذا الجزء. أحسب عند الرنين الكهربائي القدرة المتوسطة المبددة بمفعول جول. القدرة المتوسطة شنو هي العلاقة ديال القدرة المتوسطة بمفعول جول؟ إذا هنا باش يمكن لي نستعمل دونك غندير هي آغ فوا اي زيرو او كاري. دونك اغ فوا اي زيرو او كاري. اذا هنا عندي اغ راه هي اغ واحد عندي هنا، وغادي ندير اي زيرو راه هي الشده القصويه الى اخره. اذا وغنمشي ندير التطبيق العددي ما كاينش مشكل. هنا اغ واحد اي زيرو او كاري ونحسب ما كاينش مشكل. الامر السؤال الموالي ولا الجزء الاخير اللي هو تضمين. هنا استقبال موجه هرتزيه. اذا هنايا باغي نديرو الاستقبال، يعني لاحظوا هذا الشكل يمثل
استقبال الموجة ولا إزالة التبني. استقبال الموجة هرتزية نستعمل تركيب المستقبلان مكونا من سلسلة إلكترونات تضم عدة أجزاء. بعد استقبال إشارة مضمنة نزيل التضمين، إذا لا بواسطة الهوائي نستقبل، نزيل التضمين بربط دارة السدادة، هذه دارة السدادة، دارة السدادة إذا هنايا مع دارة إزالة التضمين هي هذه كما هو مبين في الشكل 4. إذا الدارة هي الدور ديالها إزالة التضمين. بالنسبة لهنا دارة السدادة راها الدور ديالها هي يعني تمييز الدارة المراد الدخول الى تدخل الى اخره. اذا اختيار المحطه الاذاعيه المرغوب فيها. نمشي لهنا عندي مجموعه من المعطيات. هنايا سؤال 1-3 عفوا، ماذا تعني ازاله التضمين للاشاره المستقبله؟ ازاله التضمين هنا بطبيعه الحال هو ازاله الموجه الحامله وازاله الموجه التوتر المستمر، وبالتالي الحصول على الموجه المراد التي تمت ارسالها تم ارساله. اذا هذا الشيء غادي نشوفوا هذا الشيء هذا. اذا عندنا اولا تعني فصل الاشاره المعلومه عن الاشاره الحامله وهذه عمليه ازاله التضمين كاش مشكل. جوج ثلاثة تمثل منحنيات 1-3-4 في الشكل 5 توترت مع الوسط وسط معلوماتي ملائم. إذا أنا عندي إي بي إم إي كي إم إي إس إم أعتقد وإي تي إم. فوالا عندي هنايا مجموعة من التوترات وتمثل هذه المنحنيات إلى آخره. أقلل معلل جوابك كل من التوترين إي كي إم وإي تي إم بالمنحنى الموافق له. اي كي ام اي تي ام اي كي ام اي تي ام. واخا رجعوا انا غادي نشرح كل شيء ولكن نديروا بعدا اي كي ام و اي تي ام. اي كي ام اذا هنايا يلا غنديروا عمليه تقويم. يلا درنا هنا الصمام الثنائي متفقين. هنايا استقبال هوائي اختيار المحطه متفقين فوالا. ثم هنايا التقويم. هنا العمليه ديال التقويم هي ازاله التناوبات السالبه، يعني غادي يدخل ليا هذا التوتر. يعني هنا يلا غادي يدخل غادي نحصل على المنحنى رقم 4 يلا غادي نحصل عليه بيد دارة السداد. فاش غادي يدخل مباشرة بعد الصمام الثنائي غيكون عمليات التقويم يعني إزالة التناوبات السالبة وبالتالي الحصول على المنحنى رقم 1. إذا إي كي إم إذا المنحنى رقم 1. إي تي إم إي تي إم إي تي إم هنا غادي يكون خضع لمجموعة من المراحل. شنو هنا المرحله الاولى هي ازاله الموجه الحامله، ازاله الموجه الحامله وبالتالي غادي هنا كشف الغلاف والحصول على التوتر المضمن ولكن باقي مزاح الى اخره. اذا هذا اي اس ام هنايا اي اس ام تل هنا اي اس ام. من بعد هاد الدارة هادي غدير هي إزالة المركبة المستمرة يعني توتر الزيح، يعني خاص تحيد لي توتر الزيح باش هاد الإشارة المرسلة غتنزل لتحت وبالتالي الحصول على هذا إلى آخره. إذا هنا على هذا التوتر الأصلي ديال المعلومة. إذا وبالتالي هنا غادي نحصل إي تي إم غادي نكون حصلت على هذا التوتر الذي يمثل منحنى رقم 2. اذا اي تي ام يوافق المنحنى رقم 2. اذا هنا غنكونوا وصلنا للتصحيح، وصلنا الى نهايه تصحيح الجزء المرتبط بالكهرباء، وانتظرونا في الجزء المتعلق بالميكانيك. والسلام عليكم.